اليوم في عنا مصطلحات مختلفة، في عنا المزود، في عنا المالوف، في عنا المؤشحات والنوبة الأندلسية. بدنا هيك تشرحوا لنا أكثر عنها بشكل مبسط، وهي أساسا هي عناصر للموسيقى التونسية بشكل أساسي. خبرونا. تفضل. هذا عند الخبير. لا نسمع منكم اثنين. والله يعني شوف، هي مصطلحات موجودة في الموسيقى التونسية بصفة عامة، اللي تتفرع يعني إلى موسيقى شعبية وموسيقى تقليدية، خلينا نقول. فالمزود، النوبة، هي مصطلحات موجودة في فن، هو فن يعني من الفنون الشعبية في تونس، اللي تعني الكلمة الفن نفسه، وفي نفس الوقت تعني الآلة اللي تنعزف في المزود، وهي معروفة في منطقة الخليج القربة، اللي هي البايب. هي موسيقى يعني محبوبة كثيرا في الأوساط الشعبية التونسية، تحكي على قضايا الاجتماعية، تحكي على قضايا يعني سياسية. والجميل في الموضوع هو أنه قضاياها يعني وكلماتها يعني حزينة وفي نفس الوقت، ولكن في إيقاع فرح ومرح. نعم. طب مايسترو، سؤالي لك، ما الذي يميز برأيك هذه الموسيقى التونسية؟ يعني ماذا أضافت الموسيقى التونسية للموسيقى العربية؟ بعرف سؤال كبير، لكن لنخلي المشاهدين على القليلة يعني هالنكهة التونسية ماذا أضافت للموسيقى العربية؟ هلا الموسيقى التونسيه يمكن الشيء اللي بيميزها انه المقامات العربيه كل الناس بتعزف نفس المقامات وشيء موحد، ولكن الاسلوب اللي بيعزفوا فيه التوانسه هي المقامات مختلف، وطريقه يعني فلسفه اللعب على المقامات نفسها مختلفه، ففي كثير شخصيه واضحه. هلا الناس، انا صرت اعرف مهتمه اكثر بشوي تفاصيل طريقه لعب المقامات نفسها مختلفه. يعني لما الموسيقي من سوريا او لبنان او مصر بيعزف الحجاز غير اللي بيعزف من تونس، بيوقفوا على نوتات معينه، بيرسوا على نوتات معينه. وهذا له علاقه بالاحساس الشخصي ولا لا؟ يعني بتوقع. اعتقد يعني انا دائما اسوي مقاربه بين اللهجه والموسيقى. يعني احنا كلنا عرب، ولكن في النهاية السوري عنده لهجة خاصة به، التونسي عنده لهجة خاصة به، المغربي عنده لهجة خاصة به. يعني ما بنلاقي أنه له علاقة ربما بأنه تونس أيضا ثقافات متداخلة مع بعضها البعض. يعني طبعًا اللي طبعًا عم نحكي تونس اللي طبعًا داخلها أيضا الثقافة، هناك ثقافة فرانكوفونية فرنسية، هناك ثقافات أخرى طبعًا بين العربي وبين أيضا الأمازيغي. صح. في تأثير بربري. هل هذا طبعًا الموضوع علاقة؟ والبربري أيضا. وحلو اللي عم بتقولوه، أنه يبدو أنه الموسيقى مع أنه نوتاتها واحدة، لكن كيف ما إحنا بنحكي بلهجاتنا أيضا الموسيقي بلهجته بيضيف شيء جديد. صحيح. يلا بنسمع. يلا. شو حنسمع مايسترو؟ هو يعني ذكر مقام الحجاز. أي. عندنا يعني في الموسيقى التونسية مقام الإصبعين، اللي هو يعني مشابه لمقام الحجاز ولكن بصيغة وأسلوب يختلف. نعم. طب شو رايك نعمل تقسيمه صغيره قبل ما نفوت؟ يلا بس مشان نورجي الناس. Thank you.
الله الله، شو هالجمال يعني، عن جد عن جد اخذتونا لعالم هيك جميل ومختلف. صحيح. صحيح. خلينا نحكي عن الآلات المستخدمة بالموسيقى التونسية. تحدثت عن الناي. الناي، ولكن خلينا نحكي عن الآلات الأخرى وكيف هيك بيتناغموا جميعهم مع بعضهم البعض. طبعا نحن يعني في بصفة عامة في الوطن العربي يعني الآلات الهوائية موجودة أكثر من الآلات الوترية، يعني عندنا آلة القصبة اللي هي تقابل آلة الناي، عندنا المزود، عندنا المجوز في عندهم في موجود في تونس بالغناء الشعبي، عندنا السرناي اللي هي الذكرة، الذكرة موجودة في تونس. ففي الموسيقى الشعبية يعني الآلات الهوائية متواجدة أكثر من الآلات الوترية. في الموسيقى التقليدية والموسيقى الكلاسيكية طبعا القانون، العود، بعدين مع يعني تداخل بين الثقافات دخلت علينا الآلات الأوركسترا اللي هي الآلات الوترية، الكمانجا وكل يعني العائلة الوتريات، بعدين دخل الكيبورد، دخل البيانو، يعني تقريبا دخلت الآلات. نعم. الغربية الكل متواجدة صارت في تخت الشرق. نعم. وهون عندي سؤال لك مايسترو. أي. يعني دخول هذه الآلات الغربية على منطقة مثل ما ذكرت زميلتي هبة فيها كثير من التداخل الثقافي بين الشرق وبين الغرب، وهي جسر، إلى أي مدى برأيك خدم الموسيقى أم ممكن يفقدها الهوية؟ يعني لأنه نحن بنشوف أنه ما زالت يعني الموسيقى التونسية وكأنه بيطوق إلى المحافظة على هذه الهوية العربية. إلى أي مدى دخول هذه الآلات برأيك خدم أو لم يخدم؟ هلأ أنا متحيز شوي تجاه الموسيقى التونسية لأنه بحس بيعملوا جهد حقيقي ليحافظوا على أصالة. أنا معك 100%. في كتير تجارب صارت حلوة، في عملوا مثل فرق موسيقية كبيرة وقدموا فيها الموسيقى الشرقية الكلاسيكية، في كمان يعني أكثر من فنان حاول بجهود شخصية يحافظ على هذا الإرث الجميل. فلا بلاقي الموسيقى التونسية يمكن من الموسيقات اللي قدرت تحافظ على أصالتها على الرغم من التغيير. هلأ دائما لما بيكون في مؤثرات خارجية بيكون غالبا أحد الحلين إما الاندماج والاتجاه بالصبغة العالمية مثل ما صار بموسيقى الراي. الموسيقى الراي بلشت بشكل كتير محلي وانتشرت صارت بكل الأدوات الثانية. أنا برأيي التجربة التونسية لا حافظت أكثر على الأصالة. مثل ما عم نسمع كمان في أسلوب مختلف بعزف هاي الموسيقى كمان. لا أنا بلاقي قدروا يحافظوا أكثر على أصالتهم. وما والمدرستين بالمناسبة أنا المدرستين بلاقيهم سليمات، يعني المحافظة على الأصالة والمزج مع موسيقات تانية الاثنين حلوين، ولكن بيبقى بقى ذوق الشخص نفسه اللي عم يسمع شو بيفعل. نعم. إذا بدي أسألكم عن رأيكم بنشاط الفنانين التونسيين اليوم، ولأي مدى حملوا هالموسيقى التونسية ونشروها؟ يعني اليوم مثلا عم بنلاقي إنه الموسيقى التونسية هي أكثر عم تكون هيك بجهة المغرب العربي وأكثر أفريقية يعني أو منتشرة هناك بشكل أكبر. اليوم هل بتشعروا أنه فعلاً الفنان التونسي هيك عمل واجبه بشكل كافي؟ هلأ يمكن بقى هون في عنا شوي هون في عنا حديث. هلأ أنا رأيي لأنه يعني أنا بعرف في عندي أصدقائي ظافر يوسف، ياسر حاج، وقبله الجيل اللي قبله عم يعملوا حضور جيد جداً بأوروبا، وعم يعملوا ما عم يقدموا الموسيقى التونسية الأصيلة، عم يقدموا هذا المزج اللي كنا بنحكي عنه، ويبدو في له حضور كتير كبير بأوروبا والعالم بشكل عام، والناس عم تحبه. وكمان لكون صادق في جودة بالموسيقى اللي عم يقدموها، يعني جودة كتير كتير حساسة برأيي بالموسيقى. فما له شيء فقط تجاري، ما له تجاري اللي بيقدموه، بيقدموا موسيقى حقيقية بجودة عالية وفي نجاح كبير. فأنا رأيي في حركة حلوة. أعتقد يعني بشغلة أضيفها هو أنه الموسيقي التونسي هو اللي تقدم في المجتمع العربي اكثر من الاغنيه التونسيه تقدم في المجتمع. نعم. ولكن صابر الرباعي مثلا يعني في الفاظ مصطلحات موجوده في الشارع التونسي صارت يعني معروفه يعني معروفه في الوطن الوسط العربي. على كل حال لما غنى الله الله يا بابا، الله الله يا بابا، يعني ما بفتكر في حدا بعالمنا العربي ما غنيها نعم معه. صحيح. تحيي له صابر الرباعي اللي هو سفير لهذه الاغنيه. صحيح. لطفي بوشناق فيه يعني لطفي بوشناق يعني الرائع لطفي بوشناق الاساتذه يعني هالاساتذه الكبار. شو رح نسمع هلا؟ الله 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 يا بابا، يلا الله الله يا بابا، خلاص جاهزه انحسمت. اذا بتكون نحن بنعمل ايقاع.
أهلا وسهلا. يلا أهلا وسهلا. راقصة الموسيقى فرحة وبنفس الوقت فيها يعني بتحس ما بعرف إذا هذا شعوري بس يمكن يكون مخطئ تحس تمزج بين الفرح والحزن بنفس الوقت هل هذا شيء صحيح؟ يعني هذه ميزة الموسيقى العربية بصفة عامة أنه الوطن العربي يعني في النهاية هو وطن يعني فيه يعيش حالة الشجن فطبيعي أنه موسيقى تعكس حالة الشجن اللي يعيشه الوطن العربي طبيعي مهرجان قرطاج إذا هيك حابة أسأل عنه لأنه أنا حضرت فيه كم حفلة من أجمل المهرجانات العربية فعلاً وقديه مميز وقديه الشعب التونسي هيك فيها الروح يعني بالتحيات وبالتشجيع والتأييد اليوم مهرجان قرطاج خبرونا عنه أكثر وقديه عم هيك يستضيف هالإقامات الفنية والموسيقية التونسية والله يعني هو مهرجان قرطاج شأنه شأن العديد مهرجانات في الوطن العربي في نفس الوقت يعني فتح أبواب كثيرة للعديد من المطربين والمغنين في الوسط فيعني أعتقد هي فرصة جيدة أنه عندنا تظاهرة يعني مثل مهرجان قرطاج اللي متابعينها يعني في أكثر من دولة نتمنى أنه مهرجان قرطاج مش فقط يعني في الفترة الصيفية لأنه في الصيف فنتمنى انه يتواصل ولو انه في مهرجان قرطاج في الفتره يعني في الفتره الاخيره ولكن يعني احنا نحتاج الى اكثر يعني مهرجانات مش فقط مهرجان قرطاج لانه الموسيقي والفنان بصفه عامه يعني حاجه الى مساحه اكبر انه لانه ايضا هذه المهرجانات بتكون هي معيار ايضا للذوق الفني صحيح وانتظار لتشوف الذوق الفني وعلى كل حال معروف عن الجمهور التونسي انه ذواق كثيرا صحيح ورايه ناقد يعني ناقد صحيح. ما بيقبل كثير بسهوله صح. يعني صح. معروف يعني اللي بينجح عند الجمهور التونسي يعني بيكون حصل على جواز سفر عشان هيك يا استاذنا في عنا هبه صوتها بدنا شوف يعني استاذ من تونس وحلم انها تغني هبه نعم حلمي يغني كله يغني بالاستوديو كله بيغني طيب نسمع شيء نسمع يلا هالاغنيه بتحبها هبه ابراهيم لموني اللي غاروا مني لا تعرف شو لمون اللي غاروا مني خليه من أجمل الأغنيات أيضا انتوا بتعرفوا انه هلا صور اللي عم ننقلها الان هي صور مباشره للجمهور التونسي وهو متجه الى اليوم اللعب يعني الماتش اللي راح يضم تونس مع مين يا ميلاد ان شاء الله مربوحه ان شاء الله اكيد ان شاء الله مربوحه طبعا احنا بنتمنى دائما بنقول انا وميلاد انه بنتمنى للفرق العربيه النجاح يعني اليوم عندنا تونس وعندنا ايضا المملكه العربيه السعوديه لازم اليوم بكون فرحنا عامر يعني صح. سؤالي الاخير قبل ما نسمع ايضا قبل ما نسمع معزوفه اخيره مايسترو لك اليوم عم نحكي عن تونس
إلى أي مدى برأيك يعني، وعم نحكي عن هالتراث الطويل وعم نحكي عن إلى أي مدى برأيك اليوم قادرة الأغنية التونسية اليوم كما ذكرت أن تكون أيضا أغنية عالمية بما تملك من مقومات؟ اليوم بشوف أنه في كتير محاولات من تونس يعني للخروج صوب أوروبا، للخروج صوب العالم. شو هي النكهة الفريدة برأيك اللي ممكن أن تجعل من الأغنية التونسية أغنية عالمية؟ هلا يمكن الشيء المنيح اللي عم يصير باخر 10 سنين بالاتجاه الفني والموسيقي انه بما انه صار في حداثه وصار في سرعه وكمبيوترات وكله هذا عم ياثر على الحركه الفنيه العالميه، يمكن صارت الخصوصيه هلا شيء كثير مميز. صار النوع الموسيقي والنمط الموسيقي اللي في عنده خصوصيه كثير واضحه يمكن صار عنده افضليه، وهذا الموجود برايي بالموسيقى التونسيه لانه هي في عندها كثير اصاله، في عندها كثير حالة خاصة خصوصية. برأيي الخصوصية الموسيقى التونسية هي اللي يمكن حتكون الدفع على قدام لأنه في عندها شيء مميز أكيد. حلو. اليوم شو رح تقوله للمنتخب التونسي هيك، أو شو رح تهدوه يعني هيك موسيقى جميلة؟ والله أول شيء وجهوا له هيك رسالة لأنه فعلا كل كلمة بتأثر اليوم، ومن بعدها خلينا نسمع هيك موسيقى. أنا صراحة كثير حبيت لعب الشباب والمنتخب المغربي بجنن، والسعوديين طبعا شفناهم فكلاتنا معهم، ومثل ما حكيتوا بالبداية كلاتنا هالمونديال في حالة بتجنن إنه كل العرب فعلا مع بعض والكل عم يدعم، فأنا يعني أنا كثير هيك مبسوط بهي الحالة، وكلاتنا معهم وكلاتنا حنتابعهم وكلنا معهم معنا اعلامنا وصواتنا حنطلع مبحوحين معهم اليوم اكيد. يعني اللي بيسمع وبيحكي باللهجه السوريه ما بيعرف انه هالقد في عنده هيك انحياز كثير كبير ل ويحب تونس. مياس من زمان زمان يحب تونس. صحيح. نعم صحيح. استاذ ياسين كمان كلمتك والله كويسة. يعني بالنسبه لنا احنا يعني مره ثانيه يعني احنا نتمنى انه تونس تفوز اكيد، ولكن في نفس الوقت يعني اي بلد عربي احنا في الفتره الاخيره محتاجين ان نقف يعني نكون جنب بعض، وانه يعني نوحد يعني طاقاتنا في انه نتقدم، وهذا يعني جزء من اذا تقدمت الرياضه في الثقافه والاجتماع يعني الاقتصاد اي ننمو في أي اجتماع أي يعني اي اجتماع بينتج عنه طبعًا ابداع طبعًا بقى طبعًا بالموسيقى بالرياضه باي شيء. شكرا لكم اليوم. شكراً. سنختم ايضا مع معزوفي، شكرا للمايسترو مياس اليماني، وشكرا ايضا لعازف الناي ياسين العياري على هذا اللقاء الموسيقي الجميل الصباحي. ورح نختم معكم ب يعني على موسيقى اغنيه لطفي بوشناق، هي اغنيه جميله جدا لاني تحكي على الازقه اللي موجوده في تونس العاصمه. شو اسمها؟ شفتك ما نعرف وين. شفتك ما نعرف وين. يلا يلا.